انا من زمان يعني انا كانت امنيتي يعني امنيه حياتي على طول حتى عملتها في حلم العمر. انا بالنسبه لي السوبر هيرو ده حياتي، كنت اتمنى يتعمل من زمان. المداح يسمح ان هو يبقى سوبر هيرو، بس السوبر هيرو بقينا اتريه بالطريقه العربيه، لان هو بره فتلاقي الرجل الخارق او الرجل اللي عنده الروحانيات او الرجل اللي عنده طاقه مش موجوده في بني ادم تاني تسمح للمداح، بس دي عايزه امكانيات وصرف كتير قوي، فلوس كتير. للامانه شفتها في المداح ده الجزء الثالث. بالامانه شركه الانتاج على راسي، بشكرهم. الناس دي يعني عاملين، انا بالنسبه لي ده اعلى انتاج في حياتي. والله بالعكس النجاح انا بالنسبه لي لو قوى قلبي يخوفني، بالعكس عمره ما يقوى قلبي، النجاح بيخوفني اكتر واكتر. لو قوى قلبي بالعكس انا بحس ان انا ممكن افشل. لا، النجاح يخوفني ويخليني اركز اكتر وانزل اكتر ما اطلعش اكتر، بالعكس.